كنخرج مره مره لهنا. اليوم خرجت لقيت هكذا شيت نقول لك سيمانه هذه ما خرجت، خرجت لقيت هذه المزبنه كلها كنطلبوا من الناس اللي الزوار. انا كنقول انا مولين انزا ما غاديش يخسروا المدينه ديالهم، كنطلبوا منهم حتى هما الله يعطيكم الخير الزوار والناس اللي كيجيو والناس ديال انزا الله يحفظكم. ولا شاف شي حاجه ينهي، انا كنجي بعدا بالليل كنلقى الدراري فوق الكاسون كنقول لهم ولدي حيد من تما راه انا والديهم تيشوفوا جالسين. الور دابا جيت لقيت هاد المزبله يلاه كنت كنصور باش نشوف زعما شي حد في الدراري ديال البلديه ولا سميتو باش نقول ليه هادو اللي تيبيعوا القليه ولا تيدير الببوش ولا سميتو الله يعطيكم الخير. والله حنا ما حسدناكم ولكن نقي بلاصتك او لا يحيدوا من هذه البلاصه يمشيو تحت الحي يخليوا هذه البلاصه تكون نقيه. هذه راه ليا وليك والاخر والاخر هذا راه متنفس داروا درنا انزا باش تبقى زوينه باش تيجيو ليها الناس. دابا مسموعه انزا لاكوت ديال انزا زوينه الو خصنا نتعاونوا كلنا الله يعطيكم الخير لا اللي تيبيع لا الزوار لا الناس ديال انزا اللي شاف شي حاجه ينهي ولا الله يعطيكم الخير. ماشي هذا السيد هذا عرفت شحال هو سميتو هذا السيد جيت انا لقيته من قبيله عرفتي كيلقط انا بقى فيا عرفتي شحال ديال الزبل ها هو عمر هادو راه انت غادي تصور سيدي كلشي وغادي تشوف عاد بلوس هز الخنشه ديال ما كاين اللي عاونها هذا راه حشومه هادشي راه حشومه هذا متنفس لينا كاملين تنطلبوا منكم من الزوار من اللي تيزور مدينه انزا من الناس كلهم اللي تيحضرونا الله يعطيكم الخير حافظوا على هذه النظافه راه لينا وليكم وللجميع. خص دابا الناس يعاونوا شويه ما خليوش زعما الازبال ولا كلاو داكشي ديالهم يجمعوه مولين هاد المساكن هاد النظافه راه لا حول ولا قوه الا بالله راه المساكن تيعياو وخصنا نعاونوهم ما خصناش نوركوا عليهم كيما كدير في دارك ديروا في الشارع هادشي ديالنا ماشي ديال حتى شي واحد. ودابا كيجيو السياح كيشوفوا هادشي خصكم تعاونوا شويه في راسكم وليداتكم يحترموا كل شيء ماشي زعما غير غادي يجي منظفه راه منظفه راه هذاك منظفه راه في الدين ديالنا راه قال لك خصك تبوس ليه يديه وتقول لي الله يرحمه اللي سمح لينا حنا كنلوحوا الزبره ما مزالش هكا كما كدير في دارك ديروا في الشارع.